يعني سامي انه يجيك خبر ابنك وما لي غيره بالبيت، يعني شو بتعملي؟ يعني انحرق قلبي، انا مش بصلي ضهري انه مثلا امي شوف اللي برا، انه يعني انا بريج وكهرباء، يعني كيف ترفع انا بريج بتتلزق بالكهرباء، يعني كله هذا انه راح يزبطوه كله، وان شاء الله يكون هالموضوع يعني هالمشروع يكون مزبوط. مقطوع الكهرباء كلها تك الأوضة، تقول لي ما في واحد سوري متكهرب توفى واخدوه على المستشفى، قلت لي الله يعين أمه، إذا أمه هون الله يعينه، إذا بسوريا الله يعينه. قمت عم تحكيني إنه كيف صورتي وهيك، قلت لها الحمد لله أول شيء، قام راكدة سلفتي، راكدة سلفتي لتحتي، قام تقول لي الحق يا لبنى، قلت لها شوفي، قالت لي ابنك تكهرب. أنا ما وعيت كيف ركضت كيف مشيت ما بعرف، أنا ضبوا لها وعي من الطريق للعالم. رحت على المستشفى لأشوفه، لقيته بالأوضة إنه مخلص، شفته شوي عبطته وحملته أنا وعبطته ودبيت الصوت، قلت له ما حرقت لي قلبي. أمني جوزي وخيي وحطوني على جنب ونزلوا على البر. لا الحمد لله في شيء، الحمد لله المخيم كله بتحلف فيه، واسألي أحمد يعقوب. الله العالم كله زعلت، الله بعلم، الحمد لله ربيته بعرفت، والله عرفت شو ربيت، الحمد لله ربيته 15 سنة وراح من إيدي، إنه الله يسامحه والله يرضى عليه، يعني كل ما صليته وما أقول يرضى عليه، والله يرضى عليه كل ساعة، والله يكون بالجنة. اكثر شيء هلا الحاجه الموجوده انه قصه الكهرباء، زي ما شايفين الشرطان كيف على سطوح وعلى طرقات، ويعني ما في حتى طريق، ما فيك تمر بدك تزيح الشرطان صرت لا تمر، لانه حتى نازله على الارض، وهي عم تشكل خطر كبير على الاطفال هون بالمخيم. يعني في شباب وفي نسوان وفي زلام كانت عم تشتغل بشوي من خلال شغلها، يعني وعم تشتغل طرق عم بتروسن عم تطرق بالكهرباء، عم بيتأذوا عم تأدي للوفاة. تغير الشرطان، يعني ينشغل على تغيير الشرطان، هاي أول شغلة، إنه عم ضرر وعم تأذي الأطفال، يعني حتى إذا طفل بيطلع على سطح بيته أو على بلكونة عم بتخاف يطلع على سطح بيته أو يوقف على شباك أو على باب عشان شرطان الكهرباء عم تضرب فيهن. يعني إذا أنا ما بدأ أخاف إذا أنا ما بدأ بخاف على أولادي وأولاد أولاد الحي اللي عندي كله بخاف عليها هاي الأولاد، لأن هاي كلها عم تتأذى وكلها عم تتضرر من الكهرباء. يعني أول شغلة قصة الكهرباء، في مثلاً المخيم أصلاً ما في ولا ورقة خضرة، فيش تشجير، فيش شيء منظر، يعني شيء أخضر بالمخيم ما في. هاي يعني كمان عم بتأثر إنه على الأولاد، وبتأثر على حتى على الكبار كمان بتأثر، إنه فيش شيء أخضر بالمخيم. وقصة الطرقات وقصة إسلال النفايات كمان بالأماكن تكون موجودة ومحطوطة كمان هاي، لأنه كله بالطرقات. هلا إذا اشتغلوا عليها برأيي أكيد رح ينجحوا، لأنه كل واحد لما ببلش من حاله يزبط شرطانه ويشتغل عليها، ما يدقرها ما يسويها شيء مرتب وشيء منيح ومش مزلط ومش خربان، رح ينجحوا فيه. بشجعني إنه
انهم يشتغلوا ويوعوا الناس اللي عم الناس اللي عم بيشتغلوا كرمال عشان ما تتضرر وما تتأذى، يعملوا لها توعيه وصح ويوعوها عشان ما يتأذوا وما يتضرروا، كيف يحافظوا عليها كمان تكون هي تضل لحتى تخدمن ولحتى تكون لإلن، انه هاي الشغلات اللي عم بيشتغلوها عم بيشتغلوها كمان لإلن. أول شيء كنا نحن عم نشتغل مع الشباب على حاجاتهم هن كمجموعة شباب، شو عندهم حاجات هن يمكن كشخص، إنه اشتغلنا معهم حل نزاع، تواصل، عدة ورشات عمل، فبالأخير وصلوا لمرحلة صاروا هن عم بدوروا عن حاجات الشباب تانيين. فإجت من هون أهمية مشروع ياي، إنه هن كتبوا شافوا شو المخيم بحاجة، شو شباب المخيم اللي مثلهم بحاجة لمشاريع، وكتبوا هالثلاث مشاريع. فكان عندهم كتير وعي، وخصوصا بالمشاكل اللي نقوها انه يشتغلوا عليها، حسينا هذا الوعي عند الشباب وطريقة كيف بدهم يشتغلوا عليها. يعني ما استهدفوا انه بس إن يعني في مثلا مشروع الكهرباء، مشروع النظافة، ما كانوا بس عم بيفتشوا انه بدهم يركبوا سلة بالمخيم او بدهم يزبطوا شريط الكهرباء، لا، بدهم يعملوا توعية وبدهم يزبطوا. اكيد الشباب وصلوا لمرحلة صاروا قادرين انه يكون عندهم مشروعهم الخاص، وانه يكون ويكبروا بمشاريعهم. ناقصهم انه يكون في بعض امكانية ليكملوا، صار عندهم القدرة، صار عندهم المهارات اللي بتخليهم يكملوا، بس في يعني بمحل انه بدهم الامكانية لانه يكملوا، بحسن انه مستعدين. في حاجات كتير للمخيم، يعني بدنا احنا حبينا نركز على الشغلات الاساسيه بالمخيم اللي محتاجها المخيم، لان انه شغله الكهرباء من اهم الشغلات، فبدنا نحاول نحسن شوي لنمنع كتير شغلات، نمنع الوفيات، نمنع الناس اللي عم تتاذى بالكهرباء، وان شاء الله على الله. هلا احنا بدنا اول شغله بدنا نلفت نظر الناس اللي بالمخيم. هلا احنا ما حيكفي الشيء اللي حنعمله، بس ان شاء الله بنحط ايدينا بايدين بعض وبيمشي الحال. هلا احنا بمشروعنا لتحسين الكهرباء بالمخيم عم نتوجه ما لفئه واحده بالمخيم، لكل فئات الكبار وصغار ومؤسسات وكل الجمعيات اللي بالمخيم. في احلام كثيره، بس هلا بمشروعنا هذا حابب نحسن بالكهرباء، يعني هذا حلمي هلا انه نحسن وننجح بهالمشروع. وهذا الشيء ما حيتم لحالنا، اذا المخيم حطوا ايدين معنا وهاي حتحقق هالشيء ان شاء الله على الله.
نشتغل على مشروع النظافة بالمخيم وخاصة بمنطقة جوت التراشحة. نحن رح نعمل ندوات لحتى نزيد الوعي عند أهالي هاي المنطقة لأن نحن عم نشتغل عليها ليزيروا يعني يشتغلوا هن بس نحن بعد ما نروح ويخلص المشروع ليشتغلوا هن على أساس النظافة. بدنا نحط سلات، بدنا نعمل نشاطات ترفيهية، يعني نحن رح نجيب فئات يعني أعمار صغيرة شباب وأهالي كبار رح نشتغل على أساسها، رح نعمل لهم ندوات وندربهم كيف يعني يصيروا هني مسؤولين عن نظافة هاي المنطقة، يعني مش عشان بس يخلص مشروع، يعني نضمن لهم الاستمرارية للمشروع لأنه أنا بنت هالمنطقة وحبيت إنه أشتغل فيها وأشوف منطقة نظيفة وأمشي بزواريب إنه بالمالية أحب أمشي فيها، يعني ما أمشي وأنتلي وحل أو أتوسخ أو ألاقي ورقة على الأرض، ما حلو هذا الشيء. حلو نشتغل على منطقتنا ونحسنها، ويعني إنه بتمنى الكل يشوف هذا الشيء ويشتغل على نفس الأساس، إنه يشتغلوا على تحسين المناطق على تنظيفها إن كان من أي مشروع، إن مشروع كهرباء ولا نظافي ولا أي شيء، إنه نشتغل على هذا الشيء، يعني مش بس أنا اللي قايمة فيه، أنا راح أقوم فيه مع أهالي المنطقة. مشروعنا اسمه سو كلين سو، كونوا معنا. المشروع تبعي على منطقة واحدة من هالمخيم، هو المنطقة شارع المستشفى. يعني المشروع تاعي في مشاريع اثنين كمان، كهرباء ونظافة، بس أنا المشروع تاعي حملة تشجير، يعني نزرع شجر بالمخيم، مش بالمخيم، بالمنطقة، ونلون على الحيطان. يعني يمكن نخلق شوية أمل للأطفال، يمكن عشان نقدر نموه شيء، لأنه بالمخيم كله ما في شجر مزروع، ما في منطقة إلا بتلاقي فيها ماي حيطان، بس ما في منطقة مزروعة أو منطقة مرسوم عليها. ليش؟ لأنه الولد مش عم بيلاقي مطرح يلعب فيه، فممكن هلأ مثلاً بهذا اللي إحنا اللي حنعمله يجي الولد مثلاً يرسم، يعبر عن مشاعره، بغير شيء بحياته. إيد واحدة ما بتزقف، يعني إذا إحنا شباب المخيم نعمل لجنة، لقلنا لجنة شباب عن طريق المؤسسات تساعدنا، المؤسسات في أمل إنه نغير كتير. عم نجرب نوصل إنه نحسس العالم إنه في شيء عم نغيره بالمخيم، نحنا إنه عم نحسن. كمان ناقصنا الدعم المادي. هلا الدعم معنوي الشباب كلياتها تقريبا معنوياتها كتير عالية، ولو معنويات الشباب ما عالية ما كانوا اشتغلوا، ما كانوا أعطوا شيء من وقتنا، بس ناقصنا الدعم المادي. نحن بنقول إنه لو كل المؤسسات بتشارك معنا وبتحط إيدها بإيدنا وبتساعدنا، ممكن نحن نحقق مشروع أكتر، ولو في مادة كمان أكتر ممكن نحن ننجح أكتر بهالمشروع. ثلاث مبادرات طلعوا فيها شباب مركز أحلامنا بحماسهم، بشغفهم للتغيير بالمخيم، بدهم يغيروا، بس لوحدهم التغيير ما كان رح يجي، مشان هيك كان دور مؤسسة الرؤية العالمية بالشراكة مع الجمعية الأهلية للتدريب المهني والخدمات الاجتماعية كرمال تيساهموا بدعم لهالشباب. كيف كان هيدا الدعم؟ كان تمويل، كان مرافقة شخصية للشباب، كان تدريبات متواصلة على أمور فنية وثقافية، على حل نزاعات، على كتابة مشاريع، كيفية تنفيذها. وصلوا لمرحلة صاروا قادة بالمجتمع تبعولهم وقادرين يحملوا معهم غير شباب كرمال تيقوموا بهيدا التغيير، ونحن هيدا اللي بدنا نوصل له. بلشنا بإمكانيات ضئيلة، بس ما بدنا نوقف هون. نحن بلشنا كمؤسستين، بس هون دور غير مؤسسات إنه تحط عينها على مخيم البرج وتحط عينها على باقي المخيمات، لأنه مؤسسة الرؤية العالمية ما بتشتغل بمخيم واحد، بتشتغل بعدة مخيمات كما جمعية الأهلية. أنا بقول هون دور غير مؤسسات ودور الممولين كمان يشوفوا هيدي الحاجة اللي موجودة بمخيم البرج ويكونوا قادرين عم بيساهموا كرمال تيردوا على هالحاجات.